كيت اللي سر وريكاني بهوي خاتو سوديك شي زمعوا خوي جورا مولاتي دا بافرتان كبش ندرو بو بيدايستكاني خويان وتخاتو عائشه جيرته بمن افرمي خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين سودة سلامي خواي قبري لسربيت يزني لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ورقل تابت تدربه في داوستي خوي أفرميت خاتو عائشة خوي فرمودا كمان بو إجارته أفرميت خاتو سوداء أفرتيكي قايم وقولو بالا برزبو ولبيش أوي حجاب فرز بكريم يعني ناسراو بو لبر بالا برزيكي لبر بخوبونكي بو عمري كوري خطاب كاتي كأيبيني أفرمي بسوداء أفرمي بخوا ليمان والنابيت أي سوداء يتر بزانت شون دي تدروا وهذا عمري كوري خطاب بيفرموه زياتر خود دابو پوشت چون که ایمتو اناسین و حسن حجابیش فرز کرا و ایمتو اناسین و ایتر بزانه چون دیت دروات چون خود اشاری توا بو اوی نکوی تبرچاو ایوش گراوی لو کاتا دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لمالی عائشه دابوا خریکی نان خواردن بوا لفرمودکه هاتو افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اسقانه کی بدستو بوا هاتا جروتی ای پیغمبری خواه من چو مدروا عمري كوري خطاب بوشي ويا قصي لقلم كرد بوي خاتو عائشة دلت وحيبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هات لو كاتدا فرمي هشتا إسقانا كيكا قوشتي بيوبو بدستي وبو هشتا دايننا بو باشان وحيبو هات أخوارو فرموي يوي جنان مولدتان بيدراوا كبو بيداوستيكاني خوتان بشنا دراوا